من هذا المشروع، حيث تسهم في فك اختناقات شبكات التوزيع العاملة وتوفير مصادر التغذية جديدة، مما سينعكس إيجابا على ساعات التجهيز للمحافظة، وهذا سيعود بالنفع المباشر للأحياء الشمالية مثل النصر والميلاد والنداء والمكرمة. في هذا الصدد أود أن أذكر فيما يخص مستويات الإنتاج. عندما أتينا إلى هذه الوزارة كان مستوى الإنتاج بحدود 10,000 ميجاوات. صحيح كان لم تكن فترة الذروة في شهر 11 2018، ولكن بجهود الكفؤين بجهود كوادرنا الحمد لله وصلنا إلى مستويات إنتاج واعدة. جاوزنا 18,000 ميجاوات بحدود 18,500، حتى يعني وصلت فترة الإنتاج الذروة بحدود 19,000 ميجاوات، وهذه معدلات غير مسبوقة مقارنة بالعام السابق من معدلات الإنتاج اللي كانت تتراوح بين 13,500 إلى 14,000. إضافة إلى ذلك أدت ونفذت وزارتنا بكل تشكيلاتها مشاريع النقل والتوزيع التي ساعدت على تصريف هذه الأحمال.